عمارة رشدي أو زي ما بيسموها عمارة العفاريت هو مبنى موجود في شرق اسكندرية على شارع عبوير الرئيسي. لو سألت أي اسكندراني هيقولك اوعى تقرب من المكان ده لأن العمارة دي بيسكنها الجن. تاريخ العمارة دي بيبدأ في الستينات وتحديدا في 1961 مع أول واحد اشترى العمارة دي وسكن فيها واللي هو الخواجة بارديس واللي بالمناسبة كان يوناني. بارديس أكيد ما كانش يعرف إن العمارة دي هتنهي حياته لأنه بعد ما اشترى العمارة دي وسكن فيها هو ومراته وأولاده الخمسة بعد ما سكنوا فيها بثلاث ايام بالظبط كان في رحله هو واولاده الخمسه المركب غرقت بيهم وماتوا كلهم ومفيش ولا حد فيهم نجي. وطبعا بعد الحادثه المأساويه دي قررت مراته انها تسيب مصر تماما وتبيع العماره وتمشي وبعتها لواحد اسمه محسن باشا كان تاجر خشب وده كان تاني واحد يملك العماره دي. وبما انه تاجر قرر انه يستفاد من العماره ويقسمها شقق ويأجرها وبالفعل اجر الدور الاول لاسره مكونه من اب وام واطفال. لكن بعد ما سكنوا الشقه بيومين بس حصل حريق كبير جدا في الشقه والحريق ده للاسف ادى لموت الاب. فقررت الاسره طبعا انهم ما يخلصوا من الشقه دي وبسرعه لانهم شافوا ان وشها نحس عليهم. وبعد الحادثه دي جه دكتور كبير وقرر انه يأجر الدور الاول والثاني ويفتحوا عياده وجاب كل الادوات والاجهزه المطلوبه ورغم ان الناس حذرته لكنه قال انه مش بيامن بالحاجات دي وكمل في التوضيب وحدد فعلا ميعاد لافتتاح العياده. لكن قبل الافتتاح بيومين عمل حادثه بعربيته على الطريق ومات وطبعا العياده ما اتفتحتش. لكن بعدها برده جت شركه ثانيه اجنبيه وقررت انها تأجر الدور الثالث والرابع والشركه دي كانت كبيره جدا وارباحها بالملايين وقرروا ان هم يفتحوا مقر كبير ليهم في اسكندريه. ما كانوش يعرفوا اللي هيحصل لهم. الافتتاح الحمد لله عدى على خير. الشركه بعد ما فتحت المقر ده باسبوعين بس اعلنت افلاسها وخسرت خسائر فادحه لدرجه ان صاحب الشركه ما قدرش يسد ديونه ولا يستحمل الضغط فانتحر. وبعد الاحداث الغريبه اللي انا عمال بحكي لك عليها دي العماره اتقفلت لفتره وما بقاش حد بيقدر يقرب منها لحد سنه 1990 يعني من فتره تعتبر مش بعيده. كان في شاب بيدور على شقه عشان يتجوز ونصيبه وقع في العماره دي اللي لقى الشقه فيها رخيصه رغم انها في موقع مميز جدا في اسكندريه ورغم انه سمع تحذيرات كتير جدا لكن قرر برضه يسكن في العماره وقال ان كل اللي بيتقال ده مجرد خرافات. المهم انه اجر الدور الثاني وبدا يجيب عماله عشان يوضب الشقه لكن العماله كانوا كل شويه بيحذروه ويقولوا له ان هم بيسمعوا اصوات غريبه جدا في الشقه جايه تحديدا من الحمام فبلاش يسكن في الشقه دي احسن. لكنه ما سمعش الكلام وكان شايف ان كل ده تخاريف وان العمال اكيد بيتقالوا حاجات ما حصلتش من كتر الاساطير اللي سمعوها عن العماره. لحد ما العمال خلصوا شغل باقصى سرعه عشان يمشوا من المكان ده والشقه جهزت والفرح تم. لكن انه ما كانش فرح بالمره لانه اول ما دخل الشقه مع عروسته اتفاجئوا باوضه كبير اسود بيستقبلهم والحيطان كلها ابتدت تنزل في دم والحنفيات اتفتحت ونزلت دم مكان الميه وفجاه ظهر لهم كل اهاليهم على هيئه اشباح وجن. فمن الخوف اغمى عليهم عشان يصحوا يلاقوا نفسهم بعفشهم بكل حاجتهم مرميين في الشارع مرميين على الطريق في وسط الناس واكن في روح شريره طردتهم من البيت. وبيقال ان الزوجه ماتت والزوج هو اللي عاش وحكى الحكايه دي بالتفاصيل. ومع الحادثه دي اللي الناس كلها شافتها ومن وقتها الناس كلها اتاكدت ان عمارة رشدي مسكونة بالعفاريت والكل كان بيخاف يعدي من قدامها. وفي كلام من واحد شقته بتطل على العمارة دي بيقول انه ما كانش مصدق اللي الناس بتقوله شايف ان كل ده تخاريف لحد ما بدا يركز مع العمارة فكان بيشوفها في عز النهار والشمس طالعة مظلمة جدا وتفاصيلها نفسها مش باينة لحد ما في يوم بالليل وهو باص على العمارة ومركز على شباك من الشبابيك لمح واحد جواها رايح جاي قصاده. ولما ركز معاه شوية لان الراجل ده وقف وقعد يبص له ويبرق له لحد ما قرب منه جدا فاتخض وقفل الشباك بسرعه. والمرعب اكتر ان العماره وقتها ما كانتش ساكنه اصلا ومن وقتها بقى حاولوا يجيبوا شيوخ كتير جدا عشان تحل ازمه العماره اللي بقى واضح جدا ان فيها حاجه غريبه. لما كان اي شيخ بيدخل العماره ما كانش بيلاقي الشقق ولا البيبان لحد ما في شيخ طلع وقدر فعلا انه يدخل شقه منهم. الناس استنته يوم اتنين تلاته لحد اليوم السابع طلع من العماره ووشه كله علامات استفهام وراح طب مات في ساعتها. وبعد الحوارات المرعبه والغريبه جدا دي قرروا ان هم يقفلوا العماره خالص بالطوب وقفلوا فعلا مدخل العمارة المخيفة. هم قفلوا العمارة لكن الاساطير ما انتهتش عن العمارة بالعكس دي بدأت تزيد. في اللي قالك العمارة دي لا فيها جن ولا حاجة وان ورثة العمارة هم اللي بيعملوا الكلام ده وفي اللي قال ان العمارة اصلا مبنية على مقابر فيها ناس مجهولة الهوية وده اللي مخلي ارواحهم غضبانة وعايزة تنتقم دايما ومش عايزة حد يسكن العمارة. وبعد كل اللي حكيتهولك ده جت شركة في 2013 بنت العمارة وجددوها وعملوا ديكور فاخر جدا والشركة دي اللي صاحبها وصاحب العمارة حاليا واحد اسمه عمرو حبيب وده واحد من اشهر الناس بتوع المقاولات في اسكندريه. بس يا ترى بقى بعد تجديد العماره لو جات لك فرصه تسكن في العماره دي وتاخد شقه بثمن قليل جدا يا ترى هتوافق ولا لا؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات لان الموضوع ده محيرني جدا. الغريب بقى ان من ساعه ما الحلقه دي اتكتبت وانا اقسم بالله بيحصل لي حاجات غريبه جدا منها مثلا اول ما بدات تصوير الاضاءه كلها وقعت. ده غير اني صورت الحلقه مره قبل دي وما لقيتهاش على الميموري اختفت بشكل غير مبرر وربنا يستر عليا في اللي جاي ويا رب اعرف انزل الحلقه دي.